السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبيباتي، عاملين ايه؟ ايه رأيكم في شكل الطبق الكشري ده؟ طبق كشري بالصلصة بالدقة، طبق العيش جبنا من المطعم لحد البيت، شكله طعمه تحفة، حاجة روعة بجد، جميلة جدا. ان شاء الله هنيجي دلوقتي هنعمل مع بعض كشري الحلة الواحدة. تعالوا مع بعض علشان نشوف احنا عملناها ازاي وازاي طلع معانا بالشكل ده. اول حاجة هنا هنبدأ بيها، انا طبعا بحمر البصل. تمام، تحمير البصل كلنا عارفينه، بنجيب طرنشات البصل. انا عملت الفيديو ده معاكم قبل كده ونزلته على القناة الخطوات واحدة واحدة، بس طبعا ما رضيتش المرة دي ان انا اجيب خليط البصل والبداية بتاعته تاني من اول وجديد. بنخرط البصل طرنشات جوانح ونرشي عليه ملح وخل ونسيبه حوالي ربع ساعة. تمام، وبعد كده بنبدأ ان احنا نقليه في الزيت وهيطلع معاكي مقرمش ومسكر وطعمه زي العسل، طعمه تحفة بجد. يعني بعد البصل بجيب العيش بقطعه وبحمصه، وبكون طبعا محضره معايا توابل كده، حبه توابل كزبره كمون ملح. بعد العيش ما بيخرج من الزيت برشهم على على العيش. تمام، عشان بيديكي طعم بتغير، يعني بدل ما بتاكلي طعم العيش بتبقى ساده، فبيديكي توابل افضل، طعم افضل بالتوابل. اول حاجه هعملها هنا معاكم هي الصلصه، وبعد كده هنبدا ان احنا نعمل الكشري. طبعا انا الحمص هنا معلقاه ومجهزاه. تمام، هنا الصلصه بتبدا معايا، بجيب معلقه ثوم كبيره مفروم. تمام، بعد كده بحط عليها حوالي ربع كوبايه خل. الثوم هنا انا مش بديها لون. تمام، انا يا دوبك بس بتفك من بعضها كده، بتبقى مفركسه من بعضها وبتاخد لون بسيط قوي، وبعد كده بضيف لها الخل وعصير الطماطم. تمام، انا هنا كنت ضايفة الخل بصراحة، ضفت الطماطم كده. بقى هنفضل ان احنا نبدأ ان احنا نزيد التوابل بتاعتنا. كل حاجة هتتبليها في اولها كده، وبعد كده هتسيب الحلة بقى تغلي مع بعضها مع نفسها. بحط جزء من البصل اللي احنا استويناه مع بعض. ماشي، التوابل بتاعتنا ايه هي؟ ملح، كمون، كزبرة، فلفل أسمر، ربع معلقة من الحبهان والورق اللوري. تمام، طبعا مطحونين ناعمين، وبحط معلقة سكر كبيرة ومكعبين مرقة. تمام، يبقى التوابل بتاعتنا ثاني مع بعض: ملح، كمون، كزبرة، فلفل أسمر، ربع معلقة حبهان على ورق لوري، معلقة سكر، معلقة بصل كبيرة، وايه تاني؟ هما دول بس كده. بنضيف كل المكونات كده على بعضها، كده خلاص بقى هنركن الحلة على جنب. هنيجي بقى عشان نعمل الكشري بتاعنا. الكشري بتاعنا هنا كل المكونات والخلطة بتاعت الكشري بتاعتنا هنحطها في حلة واحدة. انا الفكرة دي بصراحة شفتها من قناة واحدة بعتبرها اختي الكبيرة بصراحة وبحبها جدا، قناة مهست الستايل دي. شفت منها الوصفة دي بصراحة عجبتني، قلت اجربها، فيعني الحمد لله ريحتني فعلا وكانت وصفة جميلة جدا. تمام، هنا بتجيبي المكرونة او الشعرية، بتحمصيهم الاول، بتحمريهم الاول في الزيت بتاعنا. طبعا كل حاجة بنستخدمها بالزيت اللي احنا استخدمناه بتاع البصل ده. معايا اللي هنا العدس ده، طبعا انا بلاه قبلها بربع ساعة. تمام، بتجيبي المكرونة هنا بتقلبيها هي والشعريه، بتقلبيهم مع بعض لحد ما ياخدوا منك لون. وبعد كده ممكن كمان تضيفي المكرونه الاسباجيتي، انا مره عملته برضو بمكرونه اسباجيتي نفع معايا.
كده اهو. طبعا عملنا المكرونة وبعد كده ضفت الشعرية، هتاخد لون معايا برضو. وبعد كده هنبدأ نضيف باقي المكونات بتاعة الكشري واحدة واحدة. خلاص الشعرية كانت كده خدت لون بقى، هنضيف العدس. العدس طبعا تكون مصفية كويس قوي من المية بتاعته، تمام. بعد كده هنجيب الرز برضو غسلينه ومنضفينه كده. كل المكونات بقى كده هنقلبها مع بعض كده، هنفلفلها كويس بمعنى أصح. وبعد كده هنضيف المكونات بتاعتنا وهنسيب الحلة تستوي بقى على راحتها خالص. هنضيف هنا بقى معلقة ثوم كبيرة، طبعا الكشري لازم ثوم. هنجيب بقى التوابل بتاعتنا، التوابل بتاعتنا هتبقى هي نفس التوابل بتاعت الصلصة ما عدا السكر. هنحط ملح وفلفل وكمون وكزبرة، بس كتري هنا الكمون شوية علشان العدس ما يعملش معانا مشكلة عشان البقوليات، ماشي. فهي هي نفس المكونات ما عدا السكر والحبهان والورق اللوري، تمام. يبقى ملح، كمون، كزبرة، ثوم، فلفل اسمر. حطي الملح بتاعك، تبليه زي ما انت عايزه خالص، الملح الطبيعي بتاعك زي ما انت بتحبي، سواء بتحبيه مظبوط دلع شوية، الملح بتاعه طالع شوية، براحتك خالص زي ما انت ما بتحبيه. هنحط بقى حبة بصل حلوين كده من اللي احنا برضو حمرناهم مع بعض، وهنقلبهم كويس تاني تقلبتين كده بس مع التوابل بتاعتنا. هنبدأ بقى دلوقتي نضيف عليه المية السخنة، مية تكون مغلية. دلوقتي هنغطيها بقى كده لحد ما تستوي. هنا جينا للدقة، انا الدقه كنت عملتها معاكم قبل كده، كنت متردده ان انا اصورها بصراحه، بس بعد كده قلت لا هديها اللقطه دي. هنا ضفت لها فلفل اخضر، تمام. الدقه دي انا عملتها ازاي؟ دي زيت برضو من اللي احنا كنا مستخدمينه، جبت عليها هريسه شطه، مش شطه عاديه يا جماعه، هريسه الشطه احلى دقه تاخديها، اللي هي معموله بهريسه الشطه، تمام. هتقلبيها فيها معلقه كويس قوي كده لحد ما تحسي ان ريحتها ابتدت تطلع معاكي. بعد كده بضيف عليها معلقة صلصة من اللي احنا عملناها، وبقطع عليها قرن فلفل اخضر وطماطماية او قرنين لو انت بتحبيها حراقة اكتر، تمام. وتديكي الشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، شكلها كان روعة وطعمها كان تحفة جدا جدا، زيها بالظبط زي صلصة المطاعم بتاعتنا. هنا بقى الكشري بتاعي كان استوى، شايفين الشكل بتاعه مفلفل ماشي مستوي وزي العسل، وطعمه كان بجد تحفة. هنا كده هبدأ هعرفه معاكم بقى.